أصناف جدع وعملت الصح. الولا فرح شاب حلو وصوته حلو وعنده مستقبل، وهي نفسها خضرة وعايزة تعيش وتنبسط، وهو كمان محتاج حنان الأم وأصداف دلوعة. مفيش حد فيهم غلط يا وديع. اللي بيضحك إنك مستغرب. يعني إيه ما نستغربوش؟ أنت بالذات يا وديع ما تستغربش. عارف ليه؟ علشان أنت عملت الأعجب من كده. وإيه اللي عملت أعجب؟ خليني ساكت يا وديع، خليني ساكت أحسن، عشان الكلام لما بيصدق بيجرح. لا أني نعوزه نسمعه. ما بلاش. قول يا بحر، احنا مش صغيرين. انت اتجوزت أصداف يا وديع وانت ما بتحبهاش عشان خاطر الفلوس. في الدنيا أغرب من كده؟ في كلامك. حب ايه يا بحر اللي ضيعت عمرك وراه؟ أنا كل خوفي من الولا فرح يخليها تسيب الفرقة ويعملوا مرسح لوحدهم والولا يحسوا حلو وهي لسه فيها الرمق، واني نخسره. لكن تضرب كف بكف وتقول لي حب ومستغرب لماني غريب، انت تبقى ايه يا بحر؟ قاعد لا عيل ولا تيل ولا فلوس، قلبك متشعلق ببت سعداية شفتها مره. هو ده العقل؟ كنت سكتت يا جدع وخليت ساكت احسن. انت هتعمل ايه؟ نعمله شيء لما يتكب فوق نفوخك. مفيش شيء. امشي، انا مش زيك. نقعدوا نسمعوا كلام يسم البدن وبعدها نشربوا شاي عادي. حل وغيب على وشي كمان شويه علشان نعرفوا نشوفوك تاني. امشي. ماشي يا بحر، سلام. الله لا يسلمك. اسكندريه دي عظيمه جدا، مش عشان انا اسكندراني، لا، عشان اللي بيفرق مكان عن مكان هو التاريخ اللي عاشه. يعني ايه تاريخ؟ سؤال حلو. كل مكان وله حكايه، والحكايه دي هي تاريخه. ثلاث حاجات لما بيتوجدوا في المكان يبقى حكايه: الوقت والناس اللي عايشه في الوقت ده والمكان. واسكندريه دي من زمان قوي، عشان كده حكاياتها كتير. وايه احلى حكايه؟ الحب. ايه ده؟ يعني الحب هو التاريخ؟ لا، الحب هو اللي بيصنع التاريخ، هو اللي بيعمله. ومين قال كده؟ انا. الحب هو ملخص حياة كل بني آدم. وأنا بحبك. هو أنت جدك يوسف الأول إزاي؟ ولا جدتك نادرة بس؟ مش فاهم حاجة، إيه الحقيقة؟ أنا حفيد يوسف الأول ونادرة، لأن المعجزة حصلت. يعني يوسف الأول ونادرة اتجوزوا وخلفوا؟ أيوه. وأنا أقول روحي رايحة ليه؟ يعني أنت ابن محبة، جدودك ناس طيبين وليهم كرامات. ولا كرامات ولا حاجة، ناس اتجوزوا وخلفوا عادي، بتحصل. الحب هو الكرامة يا يوسف. الحب هو اللي جمع بين نادرة بنت زكريا ويوسف ابن نوار وخديجة هانم ورزقهم بيوسف. مستهون انت بقى بكرامة زي دي؟ ماشي يا ستي، خليك انت بقى في الكرامات بتاعتك. والنبي تلاقيك درويش ومتداري. لا انا مش درويش خالص حبيبي. مالك؟ ماليش. عارفة يعني ايه ماليش؟ يعني مالك؟ يعني واحد ملوش اي حاجة في الدنيا. ليه؟ ما هي مستورة. مستورة الحمد لله، بس لامتى؟ ايه اللي ممكن بكرة يتغير؟ عايز تورس قصر زي اخوك؟ عايز امل في الدنيا، عايز حاجة تقول ان بكرة ممكن يحصل حاجة، اي حاجة. اوعى تكون غيران يا اكرم، ده الرزق ده بتاع ربنا يا حبيبي. ما قلتش حاجة، بس مش هكدب برضو واقول ان انا مبسوط. ليه؟ ده يوسف جدع واخوك، يعني عمره ما هيسيبك. ماشي يا ستي، انا اللي غيران وحقود وقلبي اسود، هتقولي ايه بقى؟ ادعيلي ربنا يشفي قلبي. انا عمري ما شفتك كده. عشان انا ما استحملش كل ده، عشان انا عارف كل حاجة وساكت، ويجي في الاخر البيت يديني فلوس عشان اجيب لي عيالي لبس عشان فرحه اللي هيتعمل في القصر عشان يبقى شكلهم كويس. كتر خيره، مش عيب ان اخوك يديك. وانا ليه اصلا حياتي تبقى متعلقه بيه، يديني او ما يدينيش؟ خلاص قول لنفسك. انت ما تعرفيش يوسف كويس. اخوك وانت ادرى بيه. عمرك سالتي نفسك بيلبس كويس منين؟ لابد في القصر السنين دي كلها ليه؟ ارضى بنصيبك يا اكرم، وما تبصش للي مش ليك، واحمد ربنا.
كلام سهل قوي بس الرضا صعب. عندكم محلات حلوة هنا ولا نروح بلدنا القاهرة؟ عايزة أشيك بدلة فرح يا يوسف. ماشي حاضر. مش فشخرة يعني، بس بقى هي فشخرة. ما فستان العروسة برضو لازم يكون فستان شيك جدا، فستان سلمى هانم. ليه بقى سلمى هانم؟ لأني هنزل من على سلالم القصر بالفستان الشيك يا ما شاء الله عليا، وانت تكون مستقبلني من تحت وبوس ايدي. ماشي، لكن اوعي تقولي اشيلك من تحت لغاية فوق، ظهري هيتقطم وانا كمان مش بحب المبالغات. مبالغات؟ طب ايه رأيك يا يوسف بقى ان انت هتشيلني وانا بحب المبالغات؟ مش هشيل. ما هو انت مش هتشيلني على طول، انا هقعد على البيانو اعزف واغني وتسقف لي وتبوس ايدي تاني. زي نادرة. زي نادرة وتحبني زي يوسف. هحاول. طب انت هتحبني اكتر بقى يا يوسف. ماشي بحب. وده يا حبيبتي اتجوزت فرحة وسعادة، حد يقول للفرحة لا؟ انا يا فاروق، انا بقول للفرح المستعجل لا، وللعريس ده لا. انت موافق ان بنتك تتجوز بالسرعه دي ليه يعني؟ حبيبتي احنا جاهزين وهو جاهز، فين المشكله؟ ستي خلينا نشوف احفادنا ونكتر شويه، عجبكي قعدتنا في وش بعض كده لوحدنا؟ احفادنا؟ هو مش يوسف وسلمى ولادهم دول العيله الجايه؟ هي انا مش فاهمك يا فاروق، اول مره بعد السنين دي كلها ابقى مش فاهمك. ليه بقى؟ يا سلمى دي ايه؟ ما عندهاش اهل، ما عندهاش اصحاب، ما لهاش مستوى اجتماعي عشان تتجوز بالاستعجال ده وبالطريقه دي زي اللي عامله عامله ليه؟ وبعدين مين يوسف ده اللي ظهر في حياتنا فجاه كده؟ صح، انا نسيت انت ست سلسله بشوات هانم، انما انا حيال من بلد فلاح من بتوع خير بالرعجله والكلام ده، وسلمى طالعه لي، فانت ما قدمتيش حل يا هدهد غير انك تبقي ديمقراطيه وتوافقي احنا اتنين وانت واحد. تمام، تتحرق الديمقراطيه، تولع الديمقراطيه، انا مش موافقه يا فاروق، وافرحوا انتوا الاتنين وهيصوا، انا سيبوني لوحدي. فين زي ده دلوقتي يا يوسف بيه؟ لا خلاص مفيش، وعايزك تصلح لي ده كمان. يا عالجمال. حاضر حاضر. نفسي الليلة دي تنامي جنبي واحكي معاكي لغاية ما نروح في النوم. هنام ساكتة. انت عايزه ايه؟ يا روح سلمى، يا قلب سلمى من جوه، عايزه مبروك وعايزه رضاكي، عايزاكي تاخديني في حضنك وتنصحيني يا ماما، عايزه قبل ما امشي من البيت واروح ابات في بيت جوزي احس ان امي فرحانه بيا. قولي مبروك بقى والنبي. مفيش مبروك، رهيبتي عنده وانسي هدتي خالص. ما اعرفش ولا اقدر، انا ماليش غير ام واحده اسمها هدى. انت نسيتي كل حاجه، مفيش حاجة ليها طعم من غير حضنك يا ماما. قولي مبروك بقى والنبي، قولي مبروك. مبروك.
والله 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 لولا انك سلمى ما كنت كلمتك بقيت عمر. نيلي كده وتعدي وقولي لي عملتي ايه وتنيلتي عزمتي مين. هقولك بعدين انتي هتنامي على اوضه نوم جديده ولا هتناميلي على اوضه نوم العفاريت اللي كانوا في القصر؟ خلاص بقى يا شيخ. بس بقى ابعدي عني. تعالي ادي بصي. بحبك يا ماما. بنحبك ليه؟ من امتى خديجه هانم بتسافر القاهره؟ اعمل ايه عشان اجيب لك العلاج؟ العلاج؟ يوسف علاجه انه يشوف خديجه هانم. الحمد لله على السلامه. انا جبت العلاج اللي هيشفي يوسف بيه. ممكن تنزل معايا تحت؟ يا سلام. طبعا لسه اقدر انزل مع حضرتك تحت. خديجه هنا تأمري. وبعدين يا خديجة جهان، يوسف هيتجوز نادرة. يا لك جه متأخر قوي يا خديجة هاني. لا يا يوسف مفيش حاجة اسمها متأخر. ازيك يا نادرة؟ بخير طول ما انت بخير يا يوسف بيه. شفت بقى يا نادرة، خديجة هاني مصرة ان احزن مرتين. مرة لأني اتحرمت منك زمان، ومرة تانية لأنك جيتي في آخر الوقت. مفيش أحزان وخلاص، مفيش إلا فرح وبس. وذنبها إيه خديجة هاني لما سابها؟ مش كنا بعاد أحسن؟ مفيش بعد تاني. من هنا ورايح مفيش إلا أفرح وبس. هتتجوزه وهتفرح وهتعيش يا حبيبي. ازيك يا هندية؟ الحمد لله. عيالكم دول؟ ايوه. امال فين الخاله بامبة؟ خاله بامبة تعيش انت. مش عايزه اسمع سيره موت. من هنا ورايح مفيش الا فرح وبس. يوسف بيه هيلبس احلى بدله فرح، ونادره هانم هتلبس احلى فستان فرح. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. صبرت ونولت فعلا. الحمد لله. طب وانا؟ انت ايه؟ يعني اخوك الغلبان الرسام الفقير اللي بتجيب لي عياله لبس، اللي بيسرق لوحات من القصر ويرجعها تاني، ايه؟ ملوش كده من الحب جانب؟ لا طبعا، ازاي؟ انت اخويا. اول ما القصر يبقى تورتايه هبقى اقطع منه حته حلوه كده واديها لك. لا وعلى ايه؟ حصان نزور. أكرم ممكن تنزل تستناني تحت؟ Thank you.
لازم تقولي لي. حاضر. سيدة يوسف ليه؟ عايزة حضرتك دقيقي. في ايه؟ أنا حبلة. أعرف إن جوزك مات من زمان. لا مش من زمان، كان غايب ورجع وطلقني قبل ما يموت. الكلام ده مش عايز اسمعه تاني خالص، فاهمة؟ يعني يعني يوسف لازم يفرح، فرحته لازم تكمل. لازم اقول له؟ لا مش لازم، الليلة فرح بس. بنتي بنحبك قوي يا يوسف، لو زعلتها مش هتشوف مني غير كل حاجة وحشة. والله والله يا يوسف لو سلمى باتت ليلة معيطة بسببك لنسيك اسمك. مبروك يا يوسف، مبروك يا حبيبي. هي طيبة والله، طيبة جدا كمان، بس هي متغاظة ان انت اخدت مننا سلمى. الحقيقة كلنا متغاظين ان انت اخدت سلمى وعايزين نموتك كمان، بس الحمد لله اعتقد النهارده ربنا ادانا ابن هدية. مبروك مرة تانية. الله يبارك في حضرتك. مبروك يا حبيبتي. نور فيك يا بابا. أنا نبهت عليك وقلت لك وخلاص، وماليش دعوة بكلام فاروق الناعم ده. ما تخافيش حضرتك، سلمى في عينيا. نصلي على النبي بقى كلنا عشان البركة تحصل، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. اتفضلي. مبروك يا يوسف. فرحانة؟ أكتر يوم فرحت فيه في حياتي. أنا مش هيجي لي نوم لغاية ما النهار يطلع وننزل نفطر في الجنينة. ولو نمتي؟ مش هنام ولا هخليك تنام. أنت مالك ومالي؟ أنا هننام براحتي. مش هتنام يا يوسف، وهنسهر وهتحكي لي يوسف ونادرة قالوا إيه لبعض، وإزاي بص في عينيها، وإزاي اتكسفت، وإزاي فرحت، وخديجة هنا ما عملت إيه. لكن المرة دي وأنا جوه الحكاية مش براها. ليك عندي هدية. ما عايزاش من ربنا غير اللي انا فيه دلوقتي. بصي دي كلها جوابات كتبتها لك، كنت واثق انك عمرك ما هتقريها، لكن ما حدش بيبقى عارف كل حاجه. هتقراها لي بصوتك؟ بشرط هتردي عليها كلها. أرد. حاضر. فاكرة البوسة اللي بعدتنا سنين من بعض؟ فاكراها. فاكراها. تفتكري طعمها أحلى ولا اللي جاية؟ الله أعلم. عايز اقول لك على حاجه. قولي. انا ايه؟ انا ايه؟ انا احبك قوي، احبك. وانا كمان احبك قوي. مش انت لوحدك يا شيخ سيد، انا كمان ضيعت مستقبل حياتي.
علي بحر ضيع مستقبل حياته يا بحر، وكأنك يا بحر ما عشتش في الدنيا دقيقة. ضيعت مستقبل حياتي في هواك. ولا يهمك يا بحر، البحر كمان ما جابش للدنيا عيال، واني زي البحر الناس هتغني الغنى اللي أنا عملته من بعدي. أنا بحر الحر، مش ملك مرح ولا ملك صاحب مرسح ولا ملك حد. أنا الملك ومحدش له سلطان على قلبي أبدا. إلا نادرة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بيتكم حلوه قوي يا سلمى. يا ست انت اللي جميله، تعالي افرجك عليه. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. ما خدت منك الفلوس وسكت لما قلت لي تيجوا القصر بصفاتكم ايه؟ قلت اهو عريس ويفرح. مش فاهمك يا اكرم. هو انت مصدق انه قصرك؟ اه طبعا قصري. مبروك يا سيدي، ما دام مصدق وفرحان يبقى خلاص. أكرم ما تتكلم على طول، أنا خلقي ضيق. خلقك ضيق بس القصر واسع ويمسك ضيقة خلقك. لو عايز فلوس قولي يا أكرم، عشان عارفك لما بتفلس بتقول كلام مش مفهوم. لا كتر خيرك، مش عايزين نزهقك بقى، كفاية شحتة. أكرم مفيش حاجة اتغيرت، القصر ده مش ورث زي ما أنت فاكر، وأنا لا هنبيع ولا هنشتري. أنا يا دوبك هنفضل عايش فينا وسلم. صفتك ايه؟ بصفة الوريث يا اكرم. لا ده انت مصدق على الاخر ولا اكني في واحد اسمه هلاوي. تصدق انا اللي غلطان؟ انا اللي سامحتك زمان لما كنت بتسرق لوحات من القصر وقلت معلش اخويا برضو. لكن لو كنت من اول مره سجنتك ما كنتش جيت دلوقتي تقول كده. عندك حق، كنت المفروض تسجني عشان خدت لوحة ورجعتها. لكن انت سرقت ايه يا يوسف؟ اكرم ابويا اتجوز امك زمان وخلاص مات، يعني مفيش بيني وبينك حاجة دلوقتي، فياريت ما تجيش هنا تاني. خليك لوحدك، يا رب تكون مبسوط ومرتاح. سعاد عارف احنا ليه بنعمل كل ده؟ عارف بس مش مقتنع. اسمع، يتساءل البعض ولماذا تفعل كل هذا؟ وأقول لهم كل شيء مباح على طريق التمكين، كل ما يحيط بكم من أباطيل يمنحكم كل الرخص في المداراة والتلوين، وطالما حسنت الغاية فقد حسنت الوسيلة، فمن تستر منكم بالفسوق وشرب الخمر فلا جناح عليه حتى تصلوا إلى مرادكم في مجتمع غلبه الكفر. كم؟ والكافر لن يقول أنا كافر، لكن ستراها حولك في كل صورة. النصراني والملحد والعلماني والمسلم الغير الملتزم والمتصوفة الملاعين والفنانين والتجار الجشعين والإعلاميين ورجال القانون الباطل والشرطة والجيش وكل من اختلف عن وجهتنا لا ترعون فيهم إلا ولا ذمة. كلام خطير. عارف ليه؟
مش عشان الآخرة والجنة والنار والحور العين، لا، عشان الدنيا كمان. فنحن غايتنا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. إحنا الورثة، إحنا اللي لينا ملك الأرض. ورثة طيب نطلعوا ناكلوا بره ولا تنقلوا من مكانك يا سيدي؟ انا فرح باشا يطلع ويتعب نفسه عشان ياكل ليه؟ مفيش اصداف تخدم. ربنا يخليك. ربنا يخليكي، دي ناقص تقولي ربنا يخليك يا خالت. فرح انا اصداف يعني تأمرني؟ الله يكرمك. ولا وبعدين معاك بندعولك. ادعي في قلبك. اصلاني لسه لحد قريب كنت بنقول لك يا ست اصداف، ودلوقتي بقيت انت سيد اصداف. تحبيني يا اصداف؟ بحبوك بس انت قلبي يا فرح. طب مين اكتر حد حبيتيه؟ قولي الحق ومش هنزعل. انت يا سي فرح. انا قلت مش هنزعله. وانا ما بنكدب يعني، ولا حتى سعلي بحر. لا علي بحر ولا غيره يا سي فرح. قلت مش هنزعله. مفيش راجل ما بيزعلش. لكن مفيش راجل احسن منك ولا انطف ولا اصدق. هنصدقوك يا أصداف. صدق يا روح أصداف. كل أنا عملت لك الأكل بإيدي. وعلمي يا نادرة الوجود أن الحب هو شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى. أو الله يا نادر، شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى. خلاص مش عايز حاجة من الدنيا. لازم أقول لك على حاجة يا يوسف، مقدرش أسكت. هلاوي رجع ومات بعد ما طلبني وأنا أحبه. كيف أبقى مرتك وأسكت يا يوسف؟ كيف يا يوسف؟ يوسف